مواصلين في برنامجكم. حاضر معنا السيد منجي معليوي، عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي، في برنامجكم إكسبريسو. صباح النور، مرحبا بك على موجات إكسبريس اف ام. سي منجي أخير، مرحبا. شكرا ليك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم صباح. ما زلتوا مواصلين ولا لا؟ خلينا نبداو بالسؤال هذا، لانه فما كلام على اساس توصلتوا لاتفاق. فما اتفاق ما فماش؟ ما زلتوا مواصلين في حجب الاعداد؟ نعرفوا احنا توا عطله، يعني مازال فما عندكم ايامات معناتها قدامكم، ولكن كمان حابين نكونوا في قلب الحدث. برشا كلام الباهي يحكي على اتفاق، اعطينا الصحيح. ما زلنا على طاولة الحوار. ما زلتوا طاولة الحوار، فما جلسة مبرمجة اليوم؟ الأربعاء في الليل. واضح، غدوة، غدوة يعني، دونك هذا هو هذا اللي خلى خرج. دونك لحد الآن بالنسبة لكم ما زلتم مواصلين في نفس القرارات، حجب الأعداد إلى آخره. بما أن على طاولة الحوار ما زال كل شيء على الطاولة. نحن نتحاور لنصل إلى حل. نحن نبحث عن حلول. باهي، شنو الحلول توا اليوم اللي تقترحوها؟ أو فما جلسة نهار الأربعاء، باش تدخلوا لها، شنو باش تحطوا على الطاولة؟ احنا عندنا ولازم الناس الكل تقرب من العرض. لائحة مهنية وعندنا محاضر اتفاق نريد تفعيلها لا أكثر. نحن أمام خيارات، ونحن نعي جيدا حجم الوضع اللي فيه البلاد التونسية، ولكن لنفس الثقة عندنا منظورينا وعندنا لوائح مهنية وعندنا مطالب. نحن نريد أن نصل إلى حلول، ونحن نبحث عن حلول، ونحن منذ الوهلة الأولى قلنا إن أيدينا ممدودة للحوار، نريد حوار جدي. هذا للأمانة اللي مسناه البارح، كونها فما عودة إلى الحوار. صحيح فما صعوبات، ولكن نحن نعي جيدا، نحن لا نريد مجاهدة على أحد، ولكننا نحن نحب هذا الوطن، نحن بناة هذا الوطن. ولو نعود قليل إلى التاريخ، المدرسة التونسية موجودة ومنتشرة على كامل ربوع البلاد، في كل بشرة تلقى مدرسة. يعني بناة هذا الوطن هم المعلمين بالأساس. لا نريد مزايدات من احد، ولكن اليوم راهو الغريب في الامر، راهو المعلم اليوم يمثل امام القضاء، والشاكي هو والد هذا التلميذ الذي يكتفي بالولاده، ولكن من يربي ومن يعلم ومن يدرس هو المعلم. لو سالنا التلميذ من هو اقرب اليك، سيقول المعلم قبل والديه. نعم، هذه حقيقه تونس اليوم اللي لازم يعرفها. ولكن الولي اليوم يذهب إلى القضاء، المعلم اليوم يمثل أمام القضاء. واضح. اليوم هذا الموقف متاعكم، هذه المطالب متاعكم، هذا اللي كلمة كبيرة أنا باش ناخذها من قريتها معناتها في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا اللي يجرحكم يعني نوعا ما، كما النقطة الأخرى مثلا كنت تحكي عليها، ما عرفش كان كلمة قوية ولا. نعم، هذا اللي مسكم. نعم. معناها نعم، مما تشوف الجونية معناتها فما ديما كل عقلية برشا هما يلوموا عليها، يقول لك وكأنه معناتها كل كوربوراتيزم وكل زعما احنا ما نتمسوش وما نعرفش نسأل فيك معناها. لم افهم السؤال. معناتها اليوم فما شكون يقول لك اللي غلط يتعاقب يتحاسب، معناتها ماذا هو مهما كانت الصفه نتاعو، مهما كان النشاط نتاعو نقابي او غيره، او معناتها المهنه نتاعو وغيره. فهمت صديقي؟ لنوضح هذه المساله. النقابي راهو انسان مسؤول بالدرجه الاولى. ونحن مع القضاء العادل، ولكن ان لو اردنا ان نحكي في هذا الموضوع، ان المشتكي هيك ليس معني بالقضيه من الاساس. يعني راي قضيه واهيه منذ الوقت، شكلا ما لا يجوز. هي انت الدوله، الولي اللي يشاكي هذا بالنقابه، هل هو الدوله؟ لان الطرف الذي وقع عليه الفعل والحجب هي الاداره التونسيه، هي وزاره التربيه. نحن لم نحجب العدد على الولي ولا على التلميذ. يعني لا تستقيم الشكايه هناك.
يعني هي حكاية قيدية، هي مدفوعة الأجر بس من يعني أنت بالنسبة ليك واضح. نحن لا نخاف ولا نهرب من المواجهة، نحن أناس مسؤولون على أفعالنا. واضح. هذا موقفك بتبع مسؤوليتك. النقطه دي نعرفه موضوع معناتها كما قلت انت قبليك ولا كما اقترحت عليك، معناتها مسكم او معناتها موضوع قلقكم بالتالي. شكرا لك على تفاعلك صريح اليوم صباح. جلسه اذا غدوه حابين نكون معكم في قلب الحدث، لانه فما برشا عباد يصيروا فينا سيء وتفاهموا كل شيء، ولو اني عطله هي توا معناتها حبينا كمان معناتها نسلطوا ضوء ونحطيه ونحطوا الامور في اطارها. شكرا لك، شكرا على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكس.